رودريغيز يرجع لرونالدو، ترجع لكاكا ثانية. لا رونالدو موجود في القائمة الثانية. هيدا يا كريم، لا 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 لا، ضاعت الكرة، الهدف، جول رونالدو، الريال 3 في الريال هدفان. يا له من هدف كريستيانو رونالدو بثلاثية، يضيف الهدف الثاني والعشرين. يا له من كرة ويا له من هدف، فياريال مغاير تماما لفياريال الذي شاهدناه خلال المرحلة الأولى. الإرادة والرغبة والعزيمة والحرارة اللي يتمتعوا بها لاعبين الريال هي التي سمحت لهم بالعودة في النتيجة وتسجيل هدف ثالث. الهدف الثالث، الكل يشتكي من خطأ ارتكب على الحارس أو من وضعية تسلل. الحكم الرابع يقول لا، الحكم الرئيسي يقرر بأن الهدف شرعي. مورينيو سيختار ماذا يفعل الآن. هاي الإعادة للكرة، رونالدو هنا على مرتين، كريم بنزيما، ولا شيء هنا، ولا شيء هنا. رونالدو يعود ويسجل، الحظ كان معه، يسجل هدفا ثالثا رائعا في زاوية مغلقة وفي وضعية صعبة. لا يفعلها إلا رونالدو، ولا يفعلها إلا الكبار عندما ينقذون نواديهم في ظروف صعبة مثل ما هذه يمر بها فريق ريال مدريد. يا له من رونالدو ويا له من ريال. في هذا الشوط الثاني الريال كان رائعا، 5 أهداف كاملة شاهدناها